السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من خبرات أونلاين. الناس اللي بتستخدم ويندوز 10 عارفين إن هو نظام من أفضل الأنظمة اللي موجودة حاليا، ولكن كأي نظام برضه بيبقى فيه بعض المشاكل أو بعض العيوب. واحدة من المشاكل أو العيوب اللي في نظام ويندوز 10 وهي الخصوصية. في إعدادات في ويندوز 10 بتسمح للشركات أو التطبيقات إنها تجمع معلومات عن المواقع اللي بتزورها أو التطبيقات اللي بتستخدمها، وده عشان توفر لك تجربة أفضل في الإعلانات أو الاقتراحات بالتطبيقات او البرامج اللي انت بتستخدمها او كمان الاماكن اللي انت بتزورها، يعني على حسب طبعا كل واحد وتخصصه او كل واحد واستخدامه للويندوز. طبعا دي مش حاجه وحشه، ولكن في ناس بتشوف ان هي حاجه وحشه وتجسس وتجميع بيانات خاصه بيهم. وفي اعداد في الويندوز بتسمح ان انت توقف كل ده، ولكن طبعا مش كل الناس عندها الخبره، وحتى لو دخل على الاعدادات مبقاش عارف يوقف ايه وما يوقفش ايه. وعلشان كده النهارده ان شاء الله جبت لكم برنامج ممتاز جدا، وهو اسمه O&O شطب 10 او شطب ويندوز 10. هو برنامج ممتاز جدا، حجمه خفيف جدا، يعني تقريبا 2 ميجا، والبرنامج بسيط مش محتاج تثبيت، ولكن هو فيه شويه اعدادات هنشوفها مع بعض دلوقتي. ولكن قبل ما نروح نشوف اعدادات البرنامج ونشوف طريقه التحميل، اتمنى ما تنسناش من خلال الدعم طبعا لايك للفيديو، ولو اول مره تشوف القناه بتاعتي يا ريت الاشتراك، ولايك ده تقديرا للمجهود وعشان اعرف الفيديو فادك ولا لا. ولو طبعا لو عملت لايك بيرفع من ترتيب الفيديو ويوصل لناس تانيين. ويلا بينا نبتدي عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. وطبعا اول حاجه هنعملها ان احنا نتوجه على الصفحه الرسميه للبرنامج، ان شاء الله الرابط بتاعها موجود اسفل الفيديو، وهنروح على الصفحه الخاصه ب O&O شطب 10. زي ما شايفين مكتوب ان هي اداه مجانيه فري انت باي تول فور ويندوز 10، يعني ان هي اداه مجانيه تماما لويندوز 10 لمنع التجسس في ويندوز 10. هنروح على كلمه داونلود هنا ونروح نحملها، وهي حجمها بسيط جدا، وهي تقريبا 2 ميجا، يعني حجمها مش كبير او اقل من 2 ميجا. فنقول له هنا تحميل، طبعا هنقفل دي كده خلاص مش عايزينها، ونقول له انا كده فات، نضغط على يس. بمجرد ما ضغطنا على كلمه يس هيفتح معانا البرنامج بالشكل اللي انتم شايفينه ده، لان زي ما قلت لكم ما بيحتاجش اي تثبيت. فتعالوا بقى نشوف البرنامج ونتعرف عليه. اول حاجه طبعا عندنا هنا الاختيارات دي زي ما شايفين، او السكشن هنا او الاقسام هنا، البرايفسي اللي هي الخصوصيه، الهيستوري اند كليب بورد اللي هو النسخ، وكمان التاريخ، تاريخ الكمبيوتر، يعني مش تاريخ الساعه والكلام ده، الاب برايفسي الخصوصيه الخاصه بالتطبيقات. فتعالى ناخد الموضوع كده من الاول ونروح نشوف اول اختيار معانا. اول حاجه في اي اختيار عندك هنا لو ضغطت عليه بيديك الديسكريبشن بتاعه او الوصف بتاعه، ويقول لك الاختيار ده خاص بايه. وكمان في قدام كل اختيار كده هنروح نلاقي كلمه يس، وبعدين ممكن تلاقي حاجه زي الليميتد، وكمان في حاجه زي النو. طيب بالنسبه لكلمه يس، يعني بيقول لك تقدر تعطل الاختيار ده بدون اي مشاكل، وده بيحمي الخصوصيه بتاعتك. بالنسبه لليميتد بيقول لك ان انت تقدر تعطل التطبيق ده، ولكن مش محبب لانه هيعطل مع حاجات تانية، فبينصحك دايما هو كويس ولكن برضو ما ينفعش لانه يعطل مع حاجات تانية. بالنسبه بقى للنو فبيقول لك الاختيار ده ما ينفعش لان هتعطل التطبيق ده، يعني وكمان هيضر بالجهاز بتاعك، يعني مثلا حاجه زي التحديثات ما ينفعش ان انا اقفلها. فخلينا نروح على اول اختيار، وهو مثلا حاجه زي الديسيبل او الديسيبل شيرنج اوف هاند وركينج داتا. طبعا ده خاص بالكمبيوتر اللوحي او اللي هو الشاشات التاتش اللي بيكتبوا بيها على بخط اليد، فطبعا مش محتاج ان انا اروح اشارك حاجه مع حد زي كده فبعطلها. تمام، لو جينا نبص على حاجه زي الليميتد هنا، طب ممكن ناخدها في دي كده لو عندك، بيقول لك ما ينفعش تعطلها، اللي هي زي الديسيبل اب نوتيفيكيشن، يعني ما ينفعش ان انا اعطل اشعارات التطبيقات، يعني ممكن تعطلها ما فيش مشكله، ولكن في نفس الوقت مش مستحب لان هيوقف كل اشعار هيجي لك من الاكشن سنتر هنا او الخاصه بالاشعارات اللي هنا، فمش محببه. في حاجه كمان زي دي ما ينفعش ان احنا نعطلها خالص، كاتب لك عليها تحذير ما ينفعش يقول لك نو. في كمان عندنا حاجه فوق بقى قبل ما نعمل اي حاجه، وهي الاختيارات اللي فوق ديت لازم نبص عليها وصه قبل ما ننزل نبص على باقي الاعدادات. اول حاجه عندنا هنا قائمه الفايل دي اللي فيها امبورتنت سيتنج واكسبورتنت سيتنج، تقدر تعمل امبورت لاي اعدادات او اكسبورت لاي اعدادات من عندك. تمام، وبتقدر تخرج من البرنامج. في عندنا قائمه الاكشن، ودي اهم قائمه في الموضوع كله، وهي تقدر تختار من هنا تخلي البرنامج يختار لك افضل اعدادات او افضل اختيارات، هو يقوم البرنامج شايف ان هي دي افضل حاجه فتختار ابلاي اونلي ريكومندد سيتنج. بالضغط عليها كده بيختار لك البرنامج كل الاعدادات اللي هو شايف ان هي مظبوطه او احسن اعدادات للكمبيوتر بتاعك.
او تحمي الخصوصيه بتاعتك. تاني اختيار هنا وهو الريكومندد اند سوم وات ريكومندد سيتنج، يعني اللي هي بيقول لك ممكن تشغل الاختيار التاني ده اللي هو قلنا ليميتد، يعني الى حد ما ممكن تشغلها اللي هي سوم وات ريكومندد الى حد ما كويسه يعني، او الى حد ما مسموح بيها. لو ضغطنا عليها كده بيشغل لك او بيختار لك كمان اللي هي مكتوب عليها الليميتد، ولكن طبعا ما انصحش بيها لان هتلاقي في حاجات ممكن زي الميكروفون هيوقف حاجه زي الكاميرا، او بيقول لك هنا ان هو هيمنع الكاميرا في او اي تطبيق يستخدم الكاميرا. طبعا ما ينفعش، لان ممكن انا بستخدم اللاب بتاعي وبستخدم الكاميرا، كمان ممكن تلاقي حاجه زي الميكروفون بيقول لك ان هو كمان هيوقف الميكروفون، ان اي حاجه تستخدم الميكروفون داخل الجهاز بتاعك، وده برضو بالنسبه لي ان هو يبقى مشكله. واخر اختيار في قائمه الاكشنز هنا فوق ان انت بيقول لك ممكن تعطل كل الاعدادات، ابلاي اول سيتنج، يعني تقدر تعطل كل حاجه، وده ما انصحش بيه طبعا تماما، ما انصحش بيها. فخلينا دايما يا اما تختار ريكومندد اند سوم وات ريكومندد او الابلاي ريكومندد فقط، طبعا الحاجات اللي هو شايف ان هي كويسه ومش هتضر بالتطبيقات الثانيه، لان احنا عايزين نحمي خصوصيه بتاعتنا طبعا ونستخدم الجهاز في نفس الوقت بدون اي مشاكل. وفي حاجه مهمه وكان المفروض نتكلم عليها قبل ما نعمل اي حاجه، وهي الكرييت سيستم ريستارت بوينت او انشاء نقطه استعاده النظام. طبعا احنا اتكلمنا عن الموضوع ده باستفاضه في حلقه من الحلقات، هسيب لكم الرابط بتاعها اسفل الفيديو او من الاي تطلع فوق دلوقتي. لازم قبل ما تعمل اي اعداد داخل الويندوز او قبل ما تعمل اي تعديل داخل الويندوز لازم تعمل نقطه استعاده النظام عشان لو حصل اي مشكله تقدر ترجع لها تاني ببساطه بدون اي مشاكل. فهو التطبيق هنا موفر ان انت تقدر تعمل قبل ما تعمل اي حاجه تعمل نقطه استعاده النظام بتاعتك عشان لو حصل اي مشكله تقدر ان انت ترجع فيها. اخر اختيار بقى عندنا هنا ان انا ممكن اعمل الغي كل اللي انا اختارته ده بالشكل ده، اضغط اندو من هنا وارجع في كل اللي انا عملته وارجع ارجع كل حاجه زي ما كانت. طبعا بعض الاختيارات دي عشان تشتغل لازم تعمل ريستارت للجهاز، يعني انا اخترت اي حاجه من الحاجات ديت فلازم اعمل ريستارت للجهاز بعد كده عشان تشتغل، مش كل الحاجات تشتغل في نفس الوقت. لو نزلنا بصينا على بيت السكشنات او الاقسام اللي خاصه هتلاقي عندك حاجه زي الكورتانا المساعد الصوتي الخاص بالويندوز اللي انا شايف ان هو يعني حاجه من الحاجات اللي ملهاش لازمه، ما اعتقدش ان احنا كلنا بنستخدم المساعد الصوتي، وطبعا بيبقى لو شغال طبعا اي كلمه بتقولها بيبقى المفروض ان هو بيبقى شغال عشان يسمع الكلام اللي انت تقوله طبعا وينفذه. فطبعا دي من الحاجات الخاصه بالخصوصيه، حتى لو لقيته فيه لو ضغطت فيه الابلاي ريكومندد سيتنج هتلاقي ان هو بيشيل لك او بيلغي لك القسم الخاص بتاع كورتونا كله وبيقفله كله من باب وكده، يعني ما بيسيبوش مفتوح. وطبعا زي ما قلت لكم هتلاقي في كل قسم او في كل اختيار قدامه العلامه بتاعته انه بيقول لك تقدر توقفه بدون اي مشاكل او لا، تقدر تشوف الديسكريبشن بتاع كل وصف وتشوف هو بيتكلم على ايه. للاسف التطبيق مش موفر غير اربع لغات، مش من ضمنهم العربي، يعني لو رحنا هنا هنلاقي اللغات، ولكن اكتر من مش اربعه كمان، ده اكتر من اربعه ولكن مش من ضمنهم العربي للاسف، ولكن هو تطبيق بصراحه ممتاز جدا جدا، ولازم اي حد بيستخدم ويندوز 10 يستخدم التطبيق دوت. هسيبكم بقى تعيشوا مع التطبيق وتشوفوا التطبيق وتقولوا لي رايكم فيه، وهو فعلا تطبيق ممتاز ولا زي ما انا شايف ان هو تطبيق ممتاز، واستنى منكم الكلام ده في التعليقات. طبعا اشكركم للمتابعه، واتمنى طبعا لو حلقه النهارده عجبتكم ما تنسوش تدعمونا من خلال اللايك الجميل بتاعكم وكمان الاشتراك في القناه لو اول مره تشوف القناه بتاعتي، ويا ريت كمان تتابعونا على صفحه التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وتويتر، في مواضيع بننشرها ومش كل المواضيع بنعمل بيها حلقات فبنشرها دايما في تويتر وفي فيسبوك لو حابب تتابع كل جديد لينا. وبس كده، واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.